ديرة مدوم وأنا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة مدوم وأنا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك أحلام فيها العالم والمتعلم فيها الظالم أمل. آه يا حبابة. يا بنتي الباب ما هو حراس، الباب مفتوح يا زولة، نتنحنح يا إيدها انصفقت، ولا كمان زولة نده له اسم أياهو كدي، ما في زولة ندق له باب. جماري ولا ماشي تقضي الشغلات كلها؟ ما كل شغل بيحقه، نحن كنا وين وبقينا وين، زمان الشغل الواحدة ما نلاقينا. خلاص خليك في زراحتك، شغلت السجاية تصحيك نص الليل دي بلانا منها. الشغلة شغلت وردية، بعدين شغلت السجاية دي فريد مرة في الأسبوع، فعليك الله بدل النقة الكثيرة دي خلينا نمشي نشوف رزقنا. صبيحنا السكر كملان يا محمود. 200 خلاص نازل على السوق بجيبه معاي. انت يا محمود ما طولنا في الحالة دي. حنا مالو يا مريم، قاعدين معززين في أرضنا والحال مال اننا ليه بالنا عدله. نقعد نكاجر في البحر ده لمتين؟ نحن نبني والبحر يهد. ما دام يدنا فيها مروة وقادرة تبني، البحر ما بهدنا وما في قوة بتلوي يدنا وتجبرنا على شيء، ولا بنبقى زي ناس محمد سليمان الدار الهوان. يا مريم
الشاي المسيخ عندي له طعم اللي الكلام المسيخ ما في له داعي. يا أمل شهادتك بالله، شهادتك بالله يا بنتي، تسمعي كلامي وتحفظيه وسمح مشان الناس ما تنسى الحل وما تنساه. بخاف الحلة الرملة تدفينا من ورا، والبحر يحفينا من تحت، والنخل جزعه في الطين اللين الخصيب، جريده ناعم تلمس فيه الجبل، حل كل شي فيها داخل في التاني، علة ما هم مشاكلين. أنا كنت بشوف دي رملة وده طين وده بحر وده نخل وده جبل، كله من فتحة صغيرة قدر دي. والله غايتو جنس جرس. انت كلامك ده يا ندى قاصب يومنا. الفي قلبه حرقص. حرقص؟ حرقص شنو كمان؟ الأوضة دي ما فيها إلا أنا وإنتي. طيب قوم أطلع لي من هنا عشان أنا عايزة أنظف. إنتي لا دار تنظف ولا حاجة، بس مجاهد ده محل ما يكون داير يرقد إنتي تجهجيني. يا بيت خليني أرتاح شوية عشان أقدر أمشي الشغل تاني. إنت ذاتك لقيت المكان قريب بقيت تعجز وتجي. زمان إجازة العيد صغير ما بتجيبك. يا بيت أنا قاعد لك فوق راسك. خلاص وكده البلد عجبتك أنقل شغلك هنا وعرس. بعد ما تعرسي انت. ده كلام تقوله يا حامد؟ انا ما تونس معك ساكي تأثير. ولا حد يسند بيت محمد سليمان ده ما يجيبه. والله ابوي كان سمع الكلام ده ما بيرضى. اساسير اخوي القصة دي ما عندها حد. عندها حد. الحد اللي خدته بينا بعد ما كانت صلة قرابة ودم بقى حد من دم. وحد لا بيتنسي ولا بيتفات. ما خلاص يا حبوبة نرجع. ما تشفقي يا بنتي. يا أحلي لبتين كان العود يساند العود والراكوبة تقيف ونقول كدي نعريشة بجريد النخل ونقعد في تحتة تحلى لنا الونسة والكلام. ناس المحل لسه ما عوضوهم؟ ترى كل مره نسمع لنا بكلام جديد، لكن شي جابرهم على جنس الحال ده غير قوه الراس ما في. انت يا ندى او ايكون كلامك ده قصده بيه حامد ود محمود؟ ما قصدي حاجه يما. اسمعيني كويس يا ندى، لو المراد والفيل قرب جوا ترجع لمتنا زي زمان، والمشيناه بعيد نسال الله يلم ويجبر القسمة اللي قسمت البيت الواحد، لكن لين ينسى الحال ده أخير نكون في حالنا ونخليهم في حالهم. أعيد لك ولا فهمتي؟ فهمت يا أمه. كان اللجنة ما بنشوف جنس الحالة دي. أبوك ما بشوف يا حامد؟ لا نسوي شنو يوم ما نحن غير نصبر. الصبر لازم إنه يا ولدي، لكن الصبر براهو ما بيبني لنا البيت ولا بعلي لنا الحيطة. كلموا أبوك ده اللي شوف لنا صرفة بدل يحمر عيونه علينا اللي حمره قصاد اللي بيجيب حقنا.
حبوبة انت ماشية وين؟ ارجعي لي اهلك يا بنتي، يكونوا شفقانين عليك. الحلة القديمة وشلت مراضي منها، وقولي خطيت أمانة في رقبتك. يا حبوبة، حبوبة أرجع يا بنتي، أوعاك تكوني بعد العمر ده قايلة عشبة النور ما بتعرف محل تسوق كرعيها. أرجع يا بنتي. حبوبة، يا حبوبة. أمك يا مجاهد تنقنق في الشغل الهوينة دي. أنت يا مجاهد يعني بدل شغلتك اليوم في ويوم ما في دي، أكان خير لك تقعد معنا وتشتغل هنا. ترى الشغل راقد والقروش راقدة يا ولدي. وين يابا؟ وأنا أصحابي كلهم مهن ما شغال، وبيني وبينك الشغل ده تعبت عشان ألقاه. والله كنا دارين إنك تقعد توانس أبوك، بس أنا ما قاعد أغيب يابا. البلد ما بقت قريبة والمواصلات سهلة، ويوم بتلقاني ناطلك هنا. شي زي دي يلقوها وين تاني ناس محمد سليمان؟ البلد بلدنا والبحر بحرنا. قالوا لك المويه تنقص زي النقاع، زمن حته انت ملاله جردل. وقالوا الكتاحه شغاله فيهن الليل كله، يصبحوا مدفونين. قال يا ابوي بيوتهم ذات مشققه وقريب ده بتقع والله. وقال يا ابوي الدونر زراعيه كثيره. قال لك منه وافرض الدوفة نرد في زول بيخلي أرضه؟ والله الدنيا دي كلها ما تسوى شبر من أرض قمت فيها ومشيت فيها مشاوير. الله الرحمن الرحيم. دي ما عشبت النور الحسن؟ يا هيابا تعال، ما في عوجة يا خالة. كلمتين البنا كان عوجة الزيت. ما قلنا حاجة يا خالة، لكن ما شاء الله ما عدمت البيوت. بيتي قفلته بعد موت الحنين الله يرحمه، والحبسة مرقت منها للكلباري، والحبسة مرقت مني شوق، مرقني على الحلة القديمة وعلى ده الخزان. بيوت أولادك مفتوحة؟ بيوت أولادي مقسومة على اتنين، الناس اللي لزموا بكانن والناس الرحلوا. إن مشيت على بيت وهملت بيت، يا تحسبت على ديل ولا على ديل. قلت أخير أقعد بين البين، بين أحسن اتنين، حلتنا الزينة وخزاننا الزين. أضرب لا أولادة، خليهم يجيب الكلام ده عيب. أضرب لمنو يا أولادة؟ أنت مالك الحسن؟ المشي الغورة الجديدة ولا القعدوا في الحلة ما هون أولادة؟ أنا جبال ما قلت لك تجيبه متى تقعد معانا؟ بس أنا ماشي خلاص تسوقني معاك. تسوقك وين يا سكينة؟ هسي البطالة داخلة على العصر، إن بيجا الليل دخل علينا نقبل وين؟ نبيت حدا محمود أخوي، يعني محمود ماشي يطردنا؟ محمود أخوك
رفع عصاته في وش راجل اخته وولد خالته، ما بتردنا سكينة؟ طيب ما ياهو نفس الحال، كان الليل اللي قاع وين ماشي البيت؟ انا بشوف بوكس خضر يوديني ويجيبني في نفس الليله. خلاص وقت البوكس بودينا بيجيبنا انا بمشي معاه. خلاص ما تتاخر. زين يضرب لهم ليه؟ دخلوا بالموضوع شنو كمان؟ كيفين دخلوا بالموضوع ده شنو؟ انت ناسي ولا شنو؟ عشة دي ما هم سكينة ولا الناس اللي قسموا الناس دي قسموا الأم من جناها. اللي بيهم الأرض بيهم الناس، والنسى عمره بننساه، والقسم همتنا وعددنا وباع بيقرش ما بنشتري. انت بالذات يا مجاهد ما حتمشي معنا عشان يقولوا اولاد محمود مجاهد بقى يخاف منهم. انت ود احنا ماشيين نجيب حبوبتك ولا ماشيين نكاتك؟ اولاد محمود ما بيفرضوا الغرض يا عيب، وقتين انتم مارقين على البلد وانا ما مركت معاكم يقولوا مجاهد بقى يخاف من اولاد محمود، والبلد بقى ما عندنا فوق شيء النقضاو، لكن وقتين بقى عندنا فوق غرض بنمشي النقضاو. انت ماشي وين كمان؟ والله ما اقعد لكم في البيت ده براي. يلا ان شاء الله بس مجاهد ده يكون ماشي معهم، ان شاء الله يجي معهم عشان اورينا خرطه الرافعه دي. ما ظنيته، لانه الحسن ود الزين ضرب لحمد سليمان في القريه الجديده وقال مجاهد ده ما قاعد في القريه، ذاتهم لازم امه وابوه ما بيقدر يفارقهم. ان شاء الله بس يجي كلهم. ان شاء الله يجي كلهم. ده كلام شنو يا اخواني؟ الزول في بلده ونص سهله وقلبه في يده. هالبلد الزماننا جهه زهجانين تفرح قلوبنا، ونجيها محتاجين تقضي امورنا، هي زادت تخوفنا. هي البلد وين يا امه؟ معلش للكلمة يا خالة، لكن الكل بيعرف انه عشة بالتنور كلامه بتوزنه، وكمان في حركة ما بتعملها الا عن قصد. ها يا خالة، عرفنا ما قدرت تقسم البيوت على قسمتها، لكن كمان تسكن لك في راكوبة لا بتضاري من شمس لا بتستر من المطرة. نحن يا زين في العصير قبال الشمس دي تقع بقع لك كلامي، وبتعرف قيمة العشة الصغيرة دي، عشة عشة بالتنور نفسك لا يضيق. اسمع كلامي ده كويس، زول ما سألك ما تسأله، وداير له سبب ما بكوسه، لا تدهم سبب يقاتلونا بيه ولا تقاتلهم. كلام ده مفهوم يا ولد؟ على وين يا زول؟ ما بخصك يا سير. يخصني يا مجاهد، الحلة دي وقت نجي فوق زول غريب وما عارف الطريق بنوريه الطريق بوين. أنا ما رايح أود الخال، ودي حلتي برضه وعندي فوق حق. حق يكون فيها بيعته وقبضته ثمنه، تاني ما عندك حق أمشي شوف لكم الحتة فيها حق. السر الكلام اللي ما بيعرفه داري وريني نظمي، ما تخلي راسك خفيفة يا سير يملوا لك بالفارغة. أنا وقت ما بعرف الكلام وأنت كلامي ده ما داخل راسك وكازي ده بيدخل راسك.
سر سر. مالك أسير سرحان كده؟ لما مدخل رجليك في الشوك تتخلع فوقنا كمان. غدرني يا حامد، مجاهد غدرني، ولو ما غدرني والله ما يقدر يمشي ويتفاصح في الحلة غير نفسه. هذا مسير واد محمود لا انتوا أسير، انتوا كنتوا براكم. مجاهد ده خشم ماسكوا عليه. انت بيتحاملوه كده اخوك انا ولا مجاهد؟ ولا لسه عشمان فينا ده؟ قلت شنو يا حامد؟ قلت نصبر شوي يمكن الناس دي تتفق قبل ما اللجنه تقفل وتغيد الناس. لازم تختار يا حامد، لو مشيت معانا بدونا بيت برانا وارض برانا، وقبل ما المسافه تبعد بين راي ابوي وابوك احسن نتلمى. هسه نفسهم بارد وبيتشاوروا، بكره ما معروف نصبي على وين. قلت شنو يا حامد؟ خلاص فكر على راحتك، لا من تجود كله كله. ندى ندى، دي عوار شنو يا اخواني؟ انا خايفه كان اتاخرنا الليل يجي وما يلقانا هناك. الشارع ما زي زمان يمه، بنمشي سريع ونرجع سريع ان شاء الله. لا تخلي نفس الرجال الحار يحرك طيبتي كامري، ولا شوف الغضب يسود قلبك ونيتك. الحيطه ما فرقت بيننا، بيتنا يا هو احد، وما في شي فرقنا يا مريم يا اختي. صحيح نحن ماشيين نسكن بعيد، لكن في القلب في القلب كانوا منيتنا تمشوا معانا وتاني نتقاسم الديره. لكن القسمه قسمت نبقى بلدين، لكن الدم يا هو واحد. يمه يمه عليك الله أرحم، ما تفرجي فينا خلق الله أرحم. أمش وين أجن؟ نمشي البيت. وسكين ومحمد سليمان يجوا هناك؟ يجوا وين كمان يمه؟ يجوا يشوفوا أمهن. والحليفة اللي حلفتها تقع واطة؟ خلاص يبقى هن جايين قاصديني وأنا برجعهن هنا. ده كلام شنو يا احمد سليمان؟ اصبر يا محمود خليني نتم كلامي يا اخي. كلامك ده لا بنتم لا بنزاد لا بنسمع. انت زول كبير ناس ونوع الكلام ده بيأثر فيهم. ما هو عشان انا كبير ناس يا محمود داير مصلحتهم. مصلحتهم هيني ده كلام جديد، وما في زول بيبني حياته من اول جديد. نبداها لاولادنا يا محمود، ما لينا. بكره نحن بنزيد والارض دي ما بتكفينا. انا غايته كلامك ده زي كاني ما سمعته. وإن قلت تاني لا بيني لا بينك. بعد الزلط والبيوت والقوم القامت، ريحة البلد هي نفس الريحة، نفس النفس ونفس شرحة القلب وقت الزول يجي داخل عليها. يا رب ادينا خير الناس وكفينا شرهم. يا رحمن يا رحيم. شوف يا محمد، اسمع كلامي ده وقع وسمح. ما دام قلعت عروقكم مننا يا هل فارقي ولا امي، تاني لا بيننا لا بينكم. خلاص خلاص يا محمود، جدعتونا مثل الشي الكعب اللي دي انعفنت بتنجدع. يا طبعك يا محمود ما بيتغير، والبلد اللي اديتوها ظهركم حرمت عليكم لا ديمي. والله والله اليهود ناحيتها عصاتي اللي تباه. البلد لا هي لي لا هي لك يا محمود. البلد بيهمنا فيها البلم الناس
كان فرح ولا ترح، وعصاتك ما هطول من قلتنا إلا بنرفعها فيه وشك يا محمود، ما عشانك، عشان الرحم والدم. الرحم والدم؟ الرحم والدم انت كان عامل لهن حساب، ما كان جريت لحتة التعويضات. ده مصير انا قبلته عشان وطن فيه مليون حلة زي حلتك دي، لكن ده كلامي انت بتعرفه يا محمود. انا قولي قلته، الراجل فيكم اللي يجي وما يلوم الا رقبته. خلاص نشوفها يا محمود. انت شوف الليسي. افي عليكم يا جنيات، بتدوروا تخطوا الرقاب؟ جرح الفراق ني الا لما بره، بتدوروا تخطوا لكم رقابا جديده؟ ها ناس ان ما عملتوا لنا حساب عملوا حساب الرقدو. انت يا محمد فوت على اهلك لم عقابك، وانت يا محمود اقصر الشر، الشيطان شاطر لا يغشك، الضفر ما بيطلع من اللحم. اللحم يكتني عفن من جدع بيه ضفر. الفقر ديل كان جايين كان جوه من ذاته، ما عنده العين تاني يرفعها في البلد يا ابوي. النور عمرت كيف؟ اها محمد سليمان، ان شاء الله بقيت اولاد عشه بجد، والفجه الفاضيه عمرتوها. جيناها تبا خالتي وخليناها ورانا عمرانه. يمه اي جينا نسوقك معانا. وخلي فجه والارض الاهالي حرسوها رغم القسى. اها محمود إن شاء الله صابرين ولا همتكم فترت؟ يفتر البحر ده وهمتنا ما بتفتر. عافية منكم، أنا هنا واقفة بين البين ما بفضل زول علي زول، والبلد انشالت الموية معزته في قلوبنا، لا بتغرق ولا بتمحي، وخيرنا بدلناه نخل عمران وضوها وصل مليون حتة. بلدنا ما ماتت ودفناها، كبرت وسعت، وكان قلوبنا وسعت قدرها ما بنضيق في وشوش بعض. كتر خيركم فقدتوا امكم، انا قاعده هنا املي عيني بالخزان مره وبالحله القديمه مره. كده تعب السفر ليه يوم الليله ما راح منكم. اسمعوا كلامي، بيتوا الليله وبكره ابقوا راجعين. لناكم بعافية. اتفضل اشرب يا اختي. اشتقت للصنة دي وريحة البحر القريبة والهوى البارد ده. أنا اشتقت للبيت، للحيط، للأوض، للمخزن وقفص الحمام. باكر تعمر أسأليني أنا، أجربت أشوف البيوت الفاضية وهي بتتمري حب بحبة
لمن بقت مليانة بأصوات الناس. وإنتي يا مريم صبرك لو وده لمية السكينة ما تصبر. عافي لينا يا أختي، عافي لينا مرقتنا منكم. لكن كمان البيت اللي خليناه ورانا برضو بيبقى لنا بيت نشتاق له ويغلبنا نفارقه. الله اداني الصبر وانتي اداك الشوف البعيد. انا كنت زعلانه بعدك عشان ما الاقي رفيقه غيرك انتي يا سكينه يا اختي. فقد الناس اكعب من فقد الارض والبيوت، والبيوت ان بقت فاضيه وما ليها الحنين شين فايدتها يا اختي. هسير شكله ما دار ينسى حامد. انت براك عارفه مجاهد الفتيل ما بشيل كثير، لكن براك خابرني جنس الحدري ده ما بينفع معي. اسمعني يا سير، انا ما عندي شيء بخليهم معلق. لو يفيك تقلل لومك وترد ضرب عكازك يا هذا عكازك وهذا راسك. يا اخي مالك توقف اللقمه في حلقنا يا اخي؟ انت كان ما راضي ما بيتنا ده بنمشي بيت عندها لنا يا اخي. عجبني فيك يا محمد سليمان، شكلنا ده كله وما خلي لك فرقه نشوفك منها. ما لقيت تسد الفرقه دي. فرقه شنو يا محمود؟ فكيت نشاكلك والله نكاتلك ونقول لك البلد دي خلاص انت فوت منها ما في شيء تاني يجيبك ليها. تقول لا البلد بلدي. هسه بيجي الضيف جايين لك عزومه البلد بلدك وكلك لك ساكت. ما تزعلي مني يا مريم، يما تمشي معانا هناك اي حاجه قريبه، وفي عمرك ده بتحتاج الى العنايه. يا بنتي افوت هوا البلد البارد ده؟ يما الهوا هنا وهناك فيه، ولما نرجع معاك البلد ما في زول بصير وشيه. باكر نرجع يما ونتضارب يتوبك زي لما كنا صغار. لكن انت قدرتني يا مجاهد، صح ولا ما صح؟ وحامد ده ما مصدق الحاجه دي، كل ما اقول له مجاهد ده قدرني بيقول لي انتوا كنتوا براكم. عليك الله قدرتني ولا ما قدرتني يا مجاهد؟ هاي قدرتك. اها. ما كنت تقولوا معانا تفطروا؟ بهايمنا خلينا جيعانة وبيتنا مفتح. بستناكم تجوا هناك. إن زول سألكم قولوا له ماشيين لعشة بالتنور، وخلي اللي زعلكم ويرجعني في البلد. ده بعد ده بنجي تبي إن شاء الله. Thank you.
قسينا عليك يمه وما عجباك المشية معانا. كيف ما عجباني؟ والله يا بنتي في البلد خليت لكم كم تذكار، الخزان كبير وبنشاف، والحلة القديمة الما بتتنسي. طالما الخزان موجود والتذكار مع أمل خلاص. أمل بالتامنة الصغيرة دي؟ بيحكي عن الأرض والماضي أنفاس الجدود، والبحكي عن باكر الأمل وأحلام وشها بالورود. اتمدى ظل الحكم راكوبة مجيل، اتوسطت شعب الأمع زمن الرحيل، والكلمة والكلمة اترسمت حدود. نخلاتك العاش سبات اتوهط الأبيض غناك، من حقهم يبقن هنا من حقهم يمشي هناك. واصل ظروفين يا الأصيل شايل شيل معاك، بذرة وشتون ونضار حبول، شان تزود الجايين وراك، شان تزود الجايين وراك. والموجة هي لكل البلد، الكلمة في القلب الرحيم زاد المسافر والقعد، والكل ورا الهدف النبيل ما ظن بالخير لأحد، والراضي شان خير البلد والما بشان خير البلد. إحساس بالوطن والعانوا من أجل الوطن والضحوا في شان الوطن، من الله ومن الله من الله راجين المدد. دي أجمل زاوية ممكن نصور منها الخزان. أوكي يلا شباب نزل معدات. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. لو أوكي ممتاز شكرا. الهجوم تواصل باقي الرحلة.
ناس بالهمة العالية شادوا الميت العالي صروح بكرة النادي وعد الأخضر بكرة مني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.